بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون الزراعة عموما أهلا وسهلا بحضرتكم آه النهاردة بإذن الله تعالى بتكلم عن حمض الفوسفوريك أو الفوسفوريك أسيد حمض الفوسفوريك من الأسمدة الفوسفاتية اللي هي بتحتوي على نسبة عالية من آه عنصر الفوسفور الماء فيه 61% بي 2 أو 5 المغنوم فيه اربعه واربعين في الميه بي تو او بالنسبه للداب فيه تقريبا 48% واربعين في الميه بي تو او فايف السوبر فوسفات العادي فيه اتناشر لخمستاشر في الميه او ل في الميه بي تو او فايف اما حمض الفوسفوريك يا جماعه بيحتوي على نسبة عالية جدا فيه من 60 وفيه ل 85%، 60% ده الصناعة المصرية اللي هو بتاع مصنع أبو زعبل. آه التمن ال 85% ده منتج صيني أو أردني. هما إزاي بيصنعوا حمض الفوسفوريك؟ آه الفوسفوريك أسيد بإختصار شديد هو بيتصنع من الروك فوسفيت او صخر الفوسفيت بيجيبوا الصخر الفوسفيت ده هون وبيشيلوا الشوايب اللي فيه بحاولوا يعلوا التركيز اللي هو موجود في الروك فوسفيت عن طريق اضافه الكثير من حامض الكبريتيك وبالتالي بعد اضافته وبيسيبوه شويه كده فبيعمل سسبنشن او عجينه كده آه بياخدوا الرايق منها بيعتبر هو ده حمض الفوسفوريك ده باختصار خالص طبعا تمام بس عشان نبقى عارفين هو بس جاي منين يعني يعني هو الـ الـ الحكايه كلها بتكمن في كل الصناعات بتبقى من الروك فوسفيت او صخر الفوسفات اللي هو موجود في اماكن كتيره في مصر ده بقى حمض الفوسفوريك الأردن زي ما قلت هو تسمى اللي ما هم تسرق خمسة وثمانين المية بي تو فايف اتش سري بي او فور خمسة وثمانين في المية حمض فوسفريك التركيز بتاعه خمسة وثمانين في المية ده حمض الفوسفريك اللون بتاعه اللي ما شافوش اهو لونه اخضر اهو تمام <متحدث> لو ضفت منه شوية على الأرض شوف الفوران اللي بيحصل ده الفوران اللي بيحصل ساعات ما بتضاف منه عشان كده بيسلك النقطات و آه وبقلل الرقم بتاع البيت شايف الفوران طيب آه بالنسبة لحمض الفوسفوريك قلنا في نسبة عالية من آه عنصر الفوسفات آه مش كده وبس بصراحة هو من أفضل ما فيه إن هو آه الفوسفات فيه بيكون حامضي حامضي ليه؟ لأنه هو أساسا حامض حمض فوسفوريك يعني عبارة عن الفوسفات اللي فيه بيبقى واخد الطابع الحامضي وطبعا بما اننا احنا هنا في الدول العربية الاراضي بتاعتنا بتكون قلوية ليه قلوية الاراضي بتاعتنا برضو نعرفها لان انا قلتها كتير وبرضو الناس مصممة ان هي برضو بتسأل كتير يعني الاراضي بتاعتنا قلويه باختصار ان احنا ما عندناش امطار وبالتالي القواعد الارضيه بتظل في التربه وبالتالي زياده القواعد الارضيه في التربه بترفع لي من رقم البي اتش في اوروبا عكسنا تماما ليه هو عنده امطار كتيره فبيبدا عنده يحصل يحصل غسيل للقواعد اللي هي موجودة في القطاع الأرضي بتاعه والتربة بتاعته فبالتالي بيسود آه الهيدروجين وبالتالي بيكون الوضع عنده حامض هو بعالج بكربونات الكالسيوم أنا هنا بعالج بأي شيء حامض إن كان حمض الكبريتيك أو حمض النتريك آه أو آه حتى الـ الـ السماد الـ السماد العضوي تمام ده عشان نقدر نقلل القلويه بتاعه التربه بتاعتنا وقلنا القلويه اول حاجه بتعملها لي ان هي بتعمل لي مشاكل للعناصر الصغرى وبتسبب عدم التيسر بتاعها وفي العناصر الكبرى ممكن كمان الفوسفوت الفوسفات بيتحول من الصوره او الفسفور بيتحول من الصوره الاحاديه الى الصوره الثلاثيه نتيجه لارتفاع رقم البي اتش بتاعنا او الحموضه بتاعتنا تمام وقلنا طبعا السبعه ده رقم التعادل تحت منه ده حامضي فوق منه ده بنعتبروه قلوي واحنا ما شاء الله في كل الوطن العربي احنا فوق السبعه تمام؟ <applause> لحد كده مفهوم. فميزة بقى ان انا بستخدم الفوسفور بستخدمه بالنسبة لحمض الفوسفوريك بستخدمه في الصورة اللي هي الحامضية وبالتالي بيكون ميسر جدا وخصوصا في الأراضي الكلسية والأراضي الجيرية. الأراضي الجيرية بتحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم وبالتالي نسبة كربونات الكالسيوم بترفع لي من قصة بترفع لي من قصة البي اتش برضو وبالتالي بيحصل لنا حالة بنسميها استحالة الفوسفور دي موجودة فينا استحالة الفوسفور دي في الاراضي الكلسية او في الاراضي الجرية فيها حاجة بنسميها استحالة الفوسفور ليه لان عنصر الفوسفور مجرد ما بيتحط عندي بيحصل له تقييد او يبقى غير ميسر غير ميسر ليه يا جماعة بالبلد الفلاحي كده هالطفل وحطه على اعتى مائدة من مائدة الحكام بتوع العالم هل يقدر يأكل؟ طفل عنده شهر ولا شهرين ما يقدرش هيموت تمام رغم انه قدامه ملذ وطب من لحوم وعصير وليلي ليلي الدنيا اللي انتم شايفينها دي تمام ولكنه هيموت ليه هيموت لان الطعام المحطوط على المائده بتاعت اعتى حكام العالم دي تمام الطعام بتاعها غير ميسر للطفل وبالتالي هيموت هو كذلك النبات انت بتحط له بتحط له العناصر فالبي اتش بيحولها من الصوره الميسره الى الصوره الغير ميسره فطالما كانت غير ميسره للنبات الصوره اصلا مش صالحه ان النبات يمتصها وبالتالي زي قلتها بالظبط نظامه نظام ونظام الطفل اللي قلنا ان احنا حاطينه على مائده فيها ملز وطبيعي ولكن لو حطيت له ربع كيلو بقى الطفل ربع كيلو بس لبن هتلاقيه عايش وتمام التمام مفيش اي مشكله لو رضع من الام لو خمس دقايق هيعيش ويبقى تمام التمام ليه لان لبن الام او حتى اللبن العادي ده ميسر لمعده الطفل ده هو. كذلك النبات لو حطيت له الدنيا بحالها ورفع رقم البي اتش مرتفع هتحصل لنا مشاكل لانه هيحول لي العناصر اللي انت بتحطها اللي هي الميسره دهيت مجرد ما بتوصل البي اتش بيرفعها لصوره غير ميسره فعندي الحمض الفوسفوريك بقى هو اللي اللي بيشتغل كويس في قصه ان هو دايما بيبقى ميسر ليه لانه الوسط بتاعه حامضي وبالتالي لما بيتحط بيبقى بيدي الطبع بيدي الارض الظروف الحامضيه وبالتالي بيسر لكتير من العناصر وغير كده كمان هو نفسه آه ما بيقدرش البي اتش عليه على الاقل في الفتره الاولى من آه وضعه للنبات وعشان كده بنوصي بالحامض الفوسفوريك حامض الفوسفوريك فيه تركيزين بصراحه الكونسنتريشن فيه 60% وفيه 85% قلنا 60% ده بتاع آه مصنع ابو ال 85 ده في الاردن والصيني 85 او 60 بي 2 او 5 <تصفيق> <تصفيق> تمام فده بيبقى آه كويس جدا للنبات ال آه بنحطه في المراحل الاولى يا جماعه لان قلنا طبعا ان اي عنصر الفسفور النبات بيحتاجه في المراحل الاولى آه من نباته بخلاف عنصر البوتاسيوم اللي بيحتاجه آه في مرحله الازهار الازهار وما بعدها لا عنصر الفسفور لان 50% من احتياجات النبات للفسفور زي ما قلنا 100 مره قبل كده بيمتصها في ثلث حياته الاولى او نص حياته الاولى بيمتص 50% المياه أو oh. من احتياجاته للفوسفور في الربع الاول من حياه النبات بيحتاج 50% من احتياجاته للفوسفور في الربع الاول من حياته يعني هو لو حياه النبات عندي الطماطم مثلا 120 يوم في ال 40 يوم ال 30 يوم الاولى بيحتاج 50% من الاضافات الفوسفور بتاعته بيحتاجها النبات ولذلك انا بحط السوبر فوسفات في التربه وببدا اسمد برضه حمض فوسفوريك بعده او الماب او المغنوم او الحاجات اللي بتحتوي على فوسفور عالي وتزداد اهميه الفوسفور في الوضع اللي حضرتك شايفه ده هو اللي هو مرحله التزهير لازم بنكبس على النبات وبكون كعب على عليه في حته ان هو مظهر كده لازم يكون عندي الفوسفور متيسر في المرحله الاولى عشان عمليه تشكل الجذور بتاعه النبات والنمو بتاعها كويس لازم احط الفوسفور افضل حاجه بحطها بصراحه حمض الفوسفوريك <applause> حمض الفوسفوريك من أفضل الحاجات اللي بنحطها لل كعنصر وخصوصا كعنصر للفوسفور وخصوصا في أنظمة الري الحديثة زي الري بالرش والري بالتنقيط تمام فبنوصي يا جماعة باستخدام حمض الفوسفريك طيب واحد هيقول لي طب نحط قد ايه حمض الفوسفريك لو انت عايز تقدرها لان السؤال ده بيتسال كتير برضو لو حضرتك عايز تقدرها معاك من 300 لحد 500 جرام حمض فوسفوريك على المتر مكعب ميه اللي انت بتروي بيه، يعني البيت بتاعك لو بياخد متر مكعب ميه او 2 متر ممكن تحط كيلو مفيش اي مشكله خالص، عايز تحطها للنبات برضو بنص جرام للنبات حمض فوسفوريك مفيش اي مشكله خالص ممكن حضرتك تحط نص جرام على اللتر بتاع الميه اللي انت بتعملها محلول للرش لما تحب ترش وعايز تقلل البي اتش بتاع الميه فممكن تحط تستخدم حمض الفوسفوريك ما فيش اي مشكله فيه طالما لا يتعارض مع المواد اللي انت هترشها ما فيش اي مشكله خالص ليه لان هو بينزل لي اصلا البي اتش بتاع المحلول بتاع الرش فعشان كده بنستخدمه برده بنص جرام على لتر الميه اللي انا هستخدمه بيه تمام يبقى قلنا باختصار شديد حمض الفوسفوريك من اللي بيحتوي على تركيز عالي من الفوسفور بيستخدم لتقليل البي اتش بتاع النبات بيستخدم حقنا في اجهزه الري الحديثه من افضل الاسمده اللي بتستخدم حمض الفوسفوريك ممكن يقلل لي رقم البي اتش وبالتالي هيسر لي كتير من العناصر حمض الفوسفوريك آه بيعتبر من الحاجات المهمة جدا في حياة النبات وخاصة في مرحلة التزهير وفي مرحلة التشكل بتاع الجذور أو في المرحلة الأولى من حياة النبات وخصوصا الستارتر فيرتلايزرز اللي هو الأسمدة البديئة بنبدأ آه بنبدأ فيها بندخل فيها عنصر الفسفور بيكون ثلاث أضعاف العناصر الثانية دي كانت قصتنا مع حمض الفوسفوريك أتمنى أنكم تكونوا إلى حد ما آه تفهمنا أو فهمنا وضع حمض الفسفوريك اللي احنا بنتكلم عليه او الفسفوريك اسيد شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته